على مدار عقود والمملكة العربية السعودية تقدم خدماتها للملايين من ضيوف الحرمين الشريفين القادمين من كل حدب وصوب لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر دون معوقات. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله. وفي كل عام تضع المملكة خطة وبرنامجا متكاملا لتحقيق هذا الهدف مستعينة بأحدث التقنيات، كل ذلك في سبيل واحد وهو خدمة ضيوف الرحمن لينعموا بتجربة روحانية وإيمانية لا مثيل لها. وخلال موسم الحج لهذا العام 1445 هجريا دشنت السعودية بمختلف هيئاتها عددا من المبادرات المهمة وأضافت تطبيقات حديثة بالتوازي مع الاهتمام بكافة الاستعدادات اللوجستية لاستقبال وخدمة الحجيج منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامهم الأراضي المقدسة. فمع خدمة حج بلا حقيبة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي سبل وتسعى من خلالها في المقام الأول إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتقليص الأعباء اللوجستية عليهم، وتشمل هذه الخدمة توصيل حقائب حجاج بيت الله الحرام من أقرب فرع لسبل إلى المشاعر المقدسة، إضافة إلى خدمة ركاب قطار الحرمين بتأمين وحمل حقائبهم طوال مراحل استخدامهم للقطار وقت الحج. أما خدمة التاكسي الطائر فهي واحدة من أكثر من 32 تجربة تقنية أطلقتها وزارة النقل السعودية لنقل الحجيج من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى مكة المكرمة وتبطين طريق عرفات بما يعرف بالأسفلت المطاطي لتعزيز راحة الواقفين والسائرين على الصعيد الطاهر. وفي تجربة رائدة جديدة حددت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 3 مسارات مخصصة للسكوتر الكهربائي لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة. الله أكبر، لا إله. رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي وضعت نصب أعينها هذا العام الوصول إلى 1,000,000 مستمع حول العالم، ووضعت كافة الاستعدادات لانطلاق ترجمة خطبة عرفة لموسم حج 1445 هجريا 20 لغة عالمية، وهو أكبر عدد مستهدف لمشروع ترجمة خطبة عرفات منذ تأسيسه. الله أكبر، الله أكبر.